بعد ذلك البينة المرض، وهذه يرجع فيها للأطباء في هذا الشأن، أطباء الحيوان البياطرة. نعم، أحيانا يكون المرض خفيفا، هذا فقط لا يؤثر في إجزائها، غير أن الصحيحة كاملة أفضل منها. والمرض الخفيف غير مؤثر. إذن البينة المرض مريضة هلبة، وبينة الجرب معروف، مرض في الغنم معروف. نعم، وبينة البشم كذلك، المبشومة. نعم، ما تاكلش، ما تقدرش تاكل. نعم، أحيانا من كثرة الأكل وعدم المراقبة في أكلها تتحول إلى هذه المسألة، مبشومة يقولوا. نعم، الناس، فهذه إذا كان البشم كثير مؤثر لها يصبح كمرض. والمرض إذا كثر لا يصح معه أن تكون أضحية.